ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد. يعني هل 200 اللي تعطيها أختك، ولا الفاتورة اللي تسدد عن أبوك بعض المرات، ولا الألف اللي تعطيها أمك، كلها أمور جميلة وتحمل معاني عميقة. فاستغل فرصة أنها أسعفتك الحياة وساعدتك الظروف بأن تمكنت من البذل والعطاء مع وجود من تحب. يعني أنت تدخل بيتها الحين تلقى أمك تصلي في الصالة، وأخواتك يقرقعوا في المطبخ، وأخوان نايم في المجلس، وأخوان نايم في المقلب، وأبوك داخل معه مقاضي، وجدك تقرأ قرآن في الشمس. تعتقد أن هالاجتماع الرائع يبي يبتل؟ ترى الدنيا ما فيها مطولة، وسريع اختلافها وعجل تغيرها. كلها 10 سنين 15 سنة ثم ما تلقى حد، اللي مات واللي راح. حتى أخوانك تلقى هذا مبتعث ما يجي في السنتين إلا أسبوع، وهذه عرست وراحت ولهت ما عاد تشوفها إلا في العيد. وفي الغالب أن بعد الأم جميع المحاولات الاجتماع تبوء بالفشل ثم الاقتناع بالشتات. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. الحق راك عقب تبي تمر بيتكم عقب ذاك الاجتماع والحنة والرنة والداخل والطالع، تلقى طافت اللمبات ومظلم ومغبر. توقف تأمل تفكر، تحس انك أضعتها كثير من الفرص، لأنك بعدين تبي تأكد انهم كانوا الأصدق والأجمل. حاول أن تتدارك وترسم ذكريات جميلة عن تحب قبل رحيلهم وتشتتهم واستغنائهم، واعرف أنك بحاضرك الآن ترسم الماضي لنفسك. اليوم هذا هو الماضي بعد 10 سنين، وصنع لك ماضي جميل، اجعل لك مواقف وذكريات وحكايات تعلقها في متاحف الذاكرة، مواقف تؤنس وحشتك في قمام الأيام. ترى الماضي الجميل فيه دفء وفيه أنس، واللي ما لهول ما لهول ولا تهول.